من أجل مدينة جديرة بساكنتها، شعار المنتدى الجهوي الأول حول المدينة وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط والقنيطرة. المنتدى الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط يرم خلق فضاء للنقاش المنظم بين المشاركين من أجل مدينة دامجة ومجتمع مواطن. من هذا اللقاء طبعا هو التداول حول موضوع جديد أصبح الآن يطرح ضمن القضايا العالمية المشتركة، خاصة أنه له أبعاد متعددة تتعلق بحق المواطنة، بالحق في بيئة سليمة، بما تطرح هذه الإشكالية من تدبير جماعي يحقق قيم جديدة في مستوى ساكنة هذه المدينة. هذا استثمار اللي استمر سنة ديال العمل اللي شرفات عليه اللجنة العلمية المشكلة من طرف اللجنة الجهوية، واللي انتهى لواحد المجموعة ديال القضايا المرتبطة بهذه الموضوعة الحقوقية، وهي موضوعة كما نعرف صاعدة على مستوى حقوق الإنسان. وسيتميز المنتدى أيضا بإصدار ميثاق المدينة وحقوق الإنسان، سيقدم حسب المنظمين إضافة نوعية للتراكم الدولي حول الحق في المدينة. إلى ذلك تميز المنتدى أيضا بتوقيع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط والقنيطرة عددا من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. الجمعية حطت على عاتقها البحث والتوثيق كل ما يتعلق بذاكرة المدينة السهلة في التاريخ الراهين من شهادات وكذلك جمع وثائق وكذلك تتبع مسارات مناضلين وشخصيات ساهمت في العمل على في هذه المرحلة من 1956. وتتوزع أشغال المنتدى الذي يستمر على مدى يومين على 3 جلسات تهم حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والحقوق المدنية والسياسية والمواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.